فيديو جديد ظهر على يوتيوب لعربية مرسيدس الاختبارية الجديدة ماي باخ فيجن 6 لواحد بيسوق العربية بس من برة، وده كان من خلال جهاز تحكم عن بعد أو ريموت كنترول، واللي بيستعرض التطور اللي وصلت ليه الشركة في مجال القيادة الذاتية والتحكم عن بعد. لامبورجيني بتتوقع أنها تضاعف نسبة مبيعاتها مع تقديم العربية الأرست أو العربية SUV في تاريخها، وده اللي أكده ستيفانو دوميليكالي رئيس الشركة، اللي قال إن الشركة حالياً مبيعاتها بتوصل لحوالي 3500 عربية، ومع إطلاق أرست في 2018 من المتوقع أن الرقم المبيعات يوصل ل 7000 عربية سنوياً. ريد بول معروفة بالتجارب المستحيلة والغريبة في بعض الأحيان، وآخر تجربة هتقدمها الشركة هي رعاية محاولة سائق الشاحنات برايس مانزيس لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد، وده هيكون بالقفز بعربيته لمسافة أكتر من 115 متر فوق مدينة مهجورة في سان دييغو، وبكده يحطم الرقم القياسي السابق اللي حققه تانر فاوست من 5 سنين واللي كان لمسافة 15 متر تقريباً. فيديو جديد ظهر على السوشيال ميديا لطفل عمره 10 سنين سايق عربية دوج تشالنجر هيلكات بتاعت باباه اللي كان قاعد جنبه وهو بيحرق عجلات العربية. التجربة دي كانت أول تجربة سواقة للطفل، لكن الحقيقة واضح إنه بيسوق العربية كأنه سواق محترف. صور كتيرة انتشرت على العديد من مواقع الإنترنت للمطرب الأمريكي جيز دي وزوجته المشهورة بيونسي، هما في شوارع إيطاليا بيتجولوا بعربيتهم ألفا روميو سبايدر. العربية بتعتبر من العربيات الكلاسيك المميزة جداً، وكان سايقها جيز دي، على الرغم من النجمين المعروفين دايماً بيفضلوا استخدام كاديلاك إسكالد في تنقلاتهم. مجموعة جديدة من النصايح والإرشادات عشان تحافظ على عربيتك هتقدمها لنا بسنت الحسيني. أهلا بكم في فقرة التيبس. النهاردة هنتكلم عن الفتيس أو الجير بوكس. الفتيس جزء مهم جدا في أي عربية، وبيكون فيه نوعين، المانيول والأوتوماتيك، لكن النهاردة أنا هركز معاكم على الأوتوماتيك بسبب انتشاره الموجود في شوارعنا. هعرفكم شوية معلومات عنه وهقول لكم ازاي تحافظوا عليه. خلينا نبدأ بمعلومات عن الفتيس الأوتوماتيك. الفتيس الأوتوماتيك بيبتدي بأربع نقلات أساسية، هي الدي يعني درايف، وده اللي بيحرك العربية لقدام، وآر يعني ريفرس، وده بيحرك العربية لورا، والان أو النورمال، وده اللي بنقول عليه العربية مورة، والبي أو الباركينج، ودي النقلة اللي بنعشق العربية في وضع ثابت أثناء ركنها أو وقوفها لفترة من الوقت. وبما إن الفتيس جزء أساسي في العربية، فهو أكيد محتاج صيانة زيه زي بقية أجزاء العربية. أول حاجة الصيانة الدورية للفتيس اللي بتحافظ على حالته والزيوت الخاصة بيه. تاني حاجة لما تيجي تقف ما تنقلش من الدي للبي على طول، لأن ده بيحمل على تروس الفتيس. هاتها على الآن الأول، شد الهاند بريك، وبعدين وديها للبي. تالت حاجة وانت سايق ما تنقلش من الدي للأن، لأن بكده انت بتقلل عدد لفات الموتور، وبعدين بترجع تعليها تاني لما بترجعها على الدي، وده بيأثر بشكل كبير جداً على الجير بوكس. رابع حاجة والأخيرة، وانت سايق ما تحطش ايدك على الفتيس، لأنك ممكن تسرح وتنقل نقلة غلط، وده طبعاً هيأثر بشكل كبير على الجير بوكس. وبكده تكون خلصت المعلومات اللي جمعناها لكم النهاردة عشان تحافظوا بيها على الفتيس. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام. ودلوقتي جي وقت الركنة في الجراج. الإعلانات واليوفط الموجودة على الطريق ضوضاء بصرية ملهاش نهاية، إعلانات ضخمة جداً وكتيرة على كوبري أكتوبر وفي الشوارع وعلى الطرق السريعة كمان، بعضها إضاءته بتكون مبهرة جداً وبطريقة مش مدروسة، ممكن تسبب تشتيت للي سايق وممكن تسبب حوادث كتيرة. برا مصر بتكون الإعلانات دي محدودة جداً وفي أماكن مش عشوائية، واللي يعملها هو اللي يقدر على تكلفتها العالية جداً اللي ممكن توازي تكلفة كل الإعلانات الموجودة على طرقنا مرة واحدة. ده طبعاً غير إعلانات الانتخابات اللي بتتلزق في أي حتة وبتشوه شكل الشوارع، وإعلانات السماسرة والمحامين والمدرسين وشركات الأمن وغيرها اللي بتتكتب على الحيطان في أي مكان بدون تصريح أو ترخيص. علشان كده الظواهر السلبية دي كان لازم تكون معانا ركنة غلط. من أول حلقتنا النهاردة وإحنا قررنا إن إحنا نبتدي نتواصل مع مشاهدينا ومتابعينا على الفيسبوك واليوتيوب، ونجاوب على كل أسئلتكم ورسائلكم اللي بتوصل لنا. تعالوا نبتدي دلوقتي بإجابة على الرسائل اللي وصلت لنا.
محمد رمضان بيسأل عن سعر العربية الرينو لوجان. رينو متوفرة بست فئات وسعرها بيبتدي من 124,000 ل 159، وده طبعا بناء على التجهيزات اللي انت بتختارها. معز محمد بيسأل ايه رأيكم في إلانترا اي دي 2017؟ طبعا يا معز، إلانترا عربية كويسة جدا وفيها امكانيات كتيرة مناسبة بالنسبة لسعرها. محمود عبد العال بيطلب نقدم لادا جرانتا 2017 وجيلي إميجرانت في فقرة التول درايف. محمود، عايزين نقول لك ان احنا قدمنا الجيلي الاسبوع اللي فات في فقرة الكومباريزن، واللادا جرانتا 2017 هتكون معانا في الحلقات اللي جاية. محمود محتار ما بين عربيتين، نيسان سنترا وتويوتا كرولا. عايزين نقول لك ان في فرق كبير جدا ما بين العربيتين، ما بين نيسان سنترا وتويوتا كرولا، مش بس في الشكل، الامكانيات وكمان السعر. نيسان سنترا أقصى سعر بتوصل له هو 177,000 جنيه، بينما تويوتا كرولا فبتبتدي من 235,000 جنيه. في ناس كتيرة بتسأل على أسعار عربيات مختلفة، أي سعر العربية هتلاقوه موجود في الحلقة الخاصة المعروضة للعربية أو على التكر أو الشريط اللي بيتعرض طول وقت الحلقة. مع رسائل مشاهدينا بتخلص حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تتابعونا على صفحة الفيسبوك واليوتيوب عشان تتابعوا آخر أخبار العربيات في مصر والعالم كله، وكمان مستنيين كل رسائلكم. نشوفكم الحلقة اللي جاية. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.